بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الخلق أجمعين. اللهم آمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم سوف يكون موضوع الفيديو هو تفسير رؤيا النعام في المنام، أهم تفسيرات ودلالات رؤيا النعام في منام الفتاة العزباء. فإذا رأت الفتاة العزباء في منامها إنها تقوم بذبح نعامة، أو رأت ذبح النعامة في منامها، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير إن تلك الفتاة العزباء سوف تتزوج في القريب من رجل صالح، والله أعلى وأعلم. وأيضا من تفسيرات ودلالات رؤية النعامة تجري بسرعة كبيرة في منام الفتاة العزباء إن تلك الفتاة العزباء سوف يكون لها فرصة كبيرة في تحقيق أحلامها، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأت الفتاة العزباء في منامها إنها تقوم بركوب النعامة، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية أيضا يكون إن هذه الفتاة قد اقترب موعد زواجها، والله أعلى وأعلم. وقد يكون أيضا لرؤية النعامة في منام الفتاة العزباء دلالات أخرى مختلفة تختلف عن الزواج، فقد يكون لرؤية النعامة في منام الفتاة العزباء دلالة إن تلك الفتاة مطمع من حولها، أي يطمع بها كل من حولها. وكذلك قد يكون أيضا تفسير ودلالة رؤية النعامة في منام الفتاة العزباء إن تلك الفتاة العزباء قليلة الحيلة أو قليلة التصرف، لا تستطيع التصرف في المواقف المتعددة التي تكون بها، وغالبا ما تكون هي الخاسرة، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأت الفتاة العزباء في منامها نعامة شديدة الطول، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير إن تلك الفتاة العزباء تشعر بالقوة الكبيرة بين أهلها، والله أعلى وأعلم. هذه هي أهم التفسيرات ودلالات وتأويل رؤية النعام في منام الفتاة العزباء. أما عن تفسيرات ودلالات وتأويل رؤية النعام في منام المتزوجة فهي كالآتي: فإذا رأت السيدة المتزوجة في منامها نعامة، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية من التفسيرات المحمودة، لأن بها إشارة بالخير الكثير والمال الغزير الذي سوف يكون من نصيب هذه السيدة المتزوجة. وكذلك يكون لرؤية النعامة دلالة على إن هذه السيدة تعيش وتهنأ حياة مستقرة مع زوجها، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأت السيدة المتزوجة في منامها بيض النعام، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية في ذاك الحين يشير إن تلك السيدة سوف يكون لها حمل قريب، وسوف يكون مولودها ذكر. وكذلك أيضا إذا رأت السيدة المتزوجة في منامها إنها تقوم بتناول أكل لحم النعام، فإن تفسير تناول لحم النعام في المنام في ذاك الحين يشير إن تلك السيدة سوف يكون من نصيبها مال كثير، وسوف تحصل على أموال كثيرة بإذن الله، والله أعلى وأعلم.